واحنا نصل. بتكلم النهارده عن البيولوجيكال ثيرابي في الروماتولوجي، وهل ده كلام مهم ولا كلام عايم؟ لا طبعا، الكلام ده بيتقال على 3 مراحل. المرحله الاولى نثبت المعلومات البيزكس اللي احنا بنستخدمها في الديلي يوز، وازاي نحل ام سي كيو. طيب انا اول سؤال هجاوبه، ايه هي البيولوجيكال ثيرابي اللي في الروماتولوجي؟ بص يا دكتور، انا اتفقت معاكم ان الانتيجين ده عباره عن غريب الدار، شخص غريب يعني. طب وبعدين بتتعامل معاه ازاي؟ بتلتقي بيه الانتيجين بريزنتنج سيلز، اهو تروح الانتيجين بريزنتنج سيلز تستلم الانتيجين وتعمل فيه حاجتين بحرف البي، بروسيسنج بريزنتيشن. بتوضب الانتيجين يعني ليه؟ عشان تفتت الانتيجين ده لانتراسيلر بروتينز صغيره جدا. طب اشمعنى البروتين؟ لان هي الموست انتيجينيك. تخيل انت عندك ضيف وبتقدم له حاجه، فبتقدمها على طبق بلهجه اهل الخليج اسمه هلا والله، اه هلا. يبقى ما هو الهلا؟ هو عباره عن السيرفس مولكيول اللي هيقدم الانتيجين اللي هو البروتين. طب وبعدين كده يا دكتور، التي سيل تقدر تتعرف على الانتيجين ده، بس هل هذا التعريف كامل؟ قال لك لا، لابد من كوستيميليشن باث واي من الجنب كده. طب وبعدين؟ يبقى انت عملت استيميليشن لخليتين، بعدها بيحصل خطوتين يا دكتور، عشان كده هما 2 و2. الخطوتين هما الاولى انك انت استيميليت البي سيل، الثانيه انك تطلع سيتوكاينز. كده يا دكتور نص الإجابة صح، أمال النص التاني فين؟ قال لك بص يا سيدي، بص يا سيدي، لو أنت عندك خلية زي النيوتروفيلز ماشية في البلاد، المشكلة فين؟ بره البلاد فيسل. فعشان تخرج يا دكتور لازم الوايت بلاد سيلز دي يطلع لها على السيرفس بتاع الاندوثيليوم، ما يسمى باسم ادهيجن مولكيولز. خليك فاكر الكلمة دي. طب رقم 2، سواء الانتيجين بريزنتنج سيل او التي او البي سيل يا دكتور بتطلع سيتوكاينز، شاطر. بس عشان نطلع سيتوكاينز عندنا شرط، السيتوكاين ليه سيرفيس ريسبتور كده، نبعت اشاره للدي ان يا دكتور يطلع بروتين. مين بقى يا دكتور بيحمل الاشاره من السيل سيرفيس للدي ان ايه؟ بيسموه سيجنال ترانسديوسر. وعشان كده واحد بيقول لي انت عمال بترغي في ايه؟ لما يجي لي سؤال بيولوجيكال ثيرابي في الروماتولوجي تقول له رقم 1 انتي سايتوكاين، طب رقم 2 توقف الشرط الثاني للاستيميليشن اوف تي سيل اللي هو اسمه كو ستيميليشن او كو ستيميلاتري باث واي انهبيتور. طب الثالثه بي سيل ديبليشن ثيرابي. طب الرابعه حاجات توقف الاديجن مولكيولز، اقول لك اسمه سريعا كده، هم 2، واحد اسمه ناتاليزوماب. طب اخر حاجه انك توقف السيجنال ترانسلكشن. يبقى اكتب لك ايه هم البيولوجيكال ثيرابي على جنب كده يا دكتور. بص بص، رقم 1 انتي سايتوكاينز ايه حبيبي؟ انك تموت البي سيل، بي سيل ديبليشن ثيرابي. بيني وبينك اسمه ايه لغايه ما نكبر؟ اسمه ريتوكس ماب، اسمه ريتوكس ماب يا دكتور. طب الثالث، الثالث انك توقف التي سيل ستيميليشن عن طريق الكو ستيميليشن باث واي انهبيتور. معلش على المقاطعه، معلش. الثالثة يا دكتور انك تموت البي سيل او توقف الكوستيميليشن باث واي، واخيرا حاجات توقف الادهيجن مولكيولز، واخر حاجة السيجنال ترانسلاكشن. طيب اول فرحتنا مين؟ الانتي سايتوكاينز. بص يا سيدي، الانتي سايتوكاينز اللي عندنا في الروماتولوجي هم 6، من حسن الطالع كل 3 مع بعض. من حيث الأهمية، رقم 1 TNF alpha inhibitors،
اتنين انترليوكين 1 انهبيتور، ثلاثة انترليوكين 6 انهبيتور. طب وبعدين 17 انهبيتور، 23 و12، وليه هما مرتبطين ببعض يا دكتور؟ إذا حد يجاوبني. وبيور 23 انهبيتور، ليه 23 و12 مرتبطين ببعض؟ مع إن الرقمين ما يمشوش في القسمة يعني، لأن هما الاتنين يا دكتور لهم كومن باث واي اسمه الـ P40. ده ريسبتور على سطح الخلية كده بيشتغل عليه انترليوكين 23 وانترليوكين 12 عشان الخلية في الأخير تطلع انترليوكين 23. فالناس تقول لي هو انت ليه عامل دول كده وممشي دول كده يا دكتور؟ انا اقول لك يا سيدي، اللي على يمين الصفحه دول اخواننا بتوع السيرونيجاتيف، وعلى راسهم الاكزل انكلوزنج والسرايسس، وتحيه لاخواننا بتوع الدرماتولوجي لان الايره بتاعت البيولوجي خلاص عندهم ما شاء الله. الثلاثه الاولين مشهورين فين يا دكتور؟ مشهورين في الروماتويد. طيب تعال نشرح بقى الكبير بتاعنا النهارده، هو الانتي تي ان اف انهبيتور، الانتي تي ان اف الفا. انا هسالك سؤال، اما يجي لك سؤال في الامتحان تي ان اف انهبيتورز والممتحن سالك قال لك يا ابني هو ايه الرول وفي تي ان اف الفا ان روماتيك ديزيزز، مين يجاوبني يا دكتور؟ او في الدرماتولوجي، يلا مين يجاوبني؟ برافو عليك. انا عايز اسمع منك ثلاث معلومات، اسمع منك ثلاث معلومات. أول واحدة إن مهم للأكتيفيشن للكيراتينوسايتس عشان كده مهم في السورايسس، ده اسمه إجابة السريع، إجابة سريعة كده بدون ديتيلز. اتنين بيشغل الساينوفيوسايت والكوندروسايت والأوستيوكلاست من بره لجوه، والمعنى في بطن الشاعر أهو، أدي الساينوفيال ممبرين أهو، بتشغل الساينوفيوسايت وبالتبعية الكوندروسايت وبالتبعية الأوستيوكلاست، ينتج مين؟ شاطر، روماتويد ارثرايتس. ثلاثة بيزود التي هيلبر 1 ريسبونس في الجي اي تي، ينتج مين؟ كرونز ديزيز. برافو عليك. عشان كده لما عملوا ترايلز في التي ان اف كان الثلاثة الانديكيشنز الكبار هم السيرو نيجاتيف على رأسهم سورايسس او انكلوزنج وروماتويد والكرونز ديزيز. طيب نروح لمعلومة أساسية تانية، معلومة أساسية تانية يا دكتور، مين هم الـ TNF alpha inhibitors؟ عايزين نعرف اسم الدواء والجرعة والمود اوف ادمنستريشن، هو الكلام ده مهم أساسي، لا يمكن تكتب روشتة المريض وأنت مش عارف الدواء ده رايح فين. يلا يا سيدي أسمع من الدكاترة كده يساعدوني. طيب طيب أول ثلاثة من حيث الإنتاج كانوا مين يا دكاترة؟ شطار. بص يا دكتور اكتماب. صح تمام يا دكتور ابراهيم، خلي بالكم الكلام ده مش زي اسمك، زي انت تكون تهزر مع ابنك كده، لو نسيت اسمه دي مشكله، او نسيت اسم زوجتك شوف بقى هيجرى لك ايه. التي ان اف الفا انهبيتور يا دكتور خمسه، زي الدكتور ابراهيم ما بيقول كده، من حيث اول واحد في الاكتشاف اسمه انفليكس ماب، اللي بعده يا دكتور ايتانر سبت، والثالث اسمه أداليمو ماب، والرابع سيرتوليزو ماب، والخامس يا دكتور جوليمو ماب. هسألك سؤال، هو ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ لما الدكتور يسألني كده او المريض يسألني، يعني انت قاعد في سيشن اسمها بيشنت اديوكيشن، بتفهم المريض اسم الدواء ده ايه وجابوه منين، ويا سيدي المود اوف ادمنستريشن كذا والجرعه كام يا عمي، ونشوفك كل كام. مين يقول لي يا دكتور ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين الانفليكس ماب والايتانر سيبت والاداليمو ماب يا دكتور؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، القضيه ببساطه يعني، ببساطه هو التي ان اف الفا ده بيطلع منين؟ ادي التي ان اف الفا بيتفسح في السيركيليشن اللي هي دي، وبعدين يروح على الريسبتور للخلية ويشتغل. يبقى أنت يا تضرب الـ TNF ألفا ده بأنتي بادي وهو ماشي في السيركيليشن،
تمام كده، فيسموه ماب، مونو كلونال انتيبادي. امال سبت يعني ايه؟ بدل الريسبتور ده انت تعمل ريسبتور فيك من عندك، يوم التين اف الفا بدل ما يمسك في الريسبتور الحقيقي يمسك في ده. طب انا اسالك سؤال، ده اول فرق من حيث الميكانيزم اوف اكشن. طب رقم اتنين يا دكتور، رقم اتنين، هو من حيث التركيب الانفليكس ماب ده هتسمع عنه كلمة اسمه كايميريك. كايميريك يعني ايه؟ يعني ليه وشين يا دكتور، نص منه من الماوس والنص التاني هيومن. شاطر، برافو عليك. طب امال يا دكتور اداليمو مبدأ ايه؟ بص يا دكتور، فولي هيومن مونوكلونال انتيبادي، خلي بالك عشان كده هو محبوب. طب الاتانا ريسبتور قلنا عليه ريسبتور، امال السيرتوليزو مبدأ ايه؟ لما تيجي تقرا عنه يا دكتور، لما تيجي تقرا عنه، بص يكتب لك هيومنايزد. يعني ايه هيومنايزد يا دكتور؟ مين يقول لي يعني ايه هيومنايزد؟ نص ونص. صح، بس النص يا دكتور جزء منه هيومن والجزء الثاني كومبايند او كابلد مع مين؟ خلي بالك، ها، شاطر. بولي ايثيلين جلايكول، على فكرة الكلام ده بيتسأل قدام الدكاترة، انت حر يا دكتور. الفرق بين هيومن وهيومنايزد، هيومنايزد نص نص زي الانفليكسيناب، نص نص، واخد بال حضرتك؟ الجلوم ماب ده عبارة عن هيومن مونوكلونال انتيبادي. يبقى لما تيجي تكتب للمريض انت بتختار ما بين مين؟ خمسة، فليكس ماب، ايتانرسبت، اداليمو ماب، سيرتيلوزيو ماب، جوليمو ماب. اسماء الادويه دكاتره ما فيهاش هزار. النقطه الثانيه، او حاجه، هل في فرق ما بين هذه الادويه؟ اقول له ايوه، من حيث الميكانيزم اوف اكشن. ناس بتضرب التي ان اف الفا وماشي في الشارع، وناس بتعمل له فيك ريسبتورز غير حقيقيه. نيجي للنقطه الثانيه يا دكتور، ايه الفرق ما بين يعني ايه كلمه كايميريك؟ يعني نص نص، فئران وانسان. يعني ايه فولي هيومن؟ عكس كلمة هيومنايز، هيومنايز يعني نص هيومن ومتحد مع حاجة اسمها بولي ايثيلين جلايكول. النقطة التانية ودي مهمة، اوعى يسألك في الجرعة وتهرش في راسك، ممنوع. بص يا دكتور، الانفليكس ماب ده، شوف حبيبي، بيتاخد اي في ويكتب عليه اول الفرحة. لما تسأل واحد يا دكتور ودخل في سن الـ40 كده، تقول له ايه اخطاء حياتك؟ يقول لك ان انا اتعلمت تربيه الولاد في ابني الكبير. يعني ايه يا دكتور؟ يعني كل الاستاديز اتعملت معظمها على الانفليكس ماب. طب وده يهمك في ايه يا دكتور بقى؟ يهمك في ايه؟ يهمك ان جرعاته انت تضرب الولد احتياطي اسمها لودنج دوز. طب الجرعه كام يا دكتور؟ بص 5 مللي جرام بير كي جي. ياخدهم ازاي؟ زيرو، يعني أول يوم تشوف المريض، وبعدين بعد أسبوعين، وبعدين بعد 6. طب وبعدين يا دكتور؟ ده اللودنج دوز. وبعدين تشوف المريض كل 6 لـ8 أسابيع عشان تسهل على نفسك ياخد الجرعة كل شهرين. شاطر. طب النقطة الثانية يا دكتور، هل الإنفليكسيمات جرعته بتختلف من بعض الأمراض؟ يعني مثلا في الروماتويد انت بتمشي جرعه كام؟ في السورايسس كام؟ او في الابز الانكلوزنج كام؟ ايوه، حلو، الجرعه بتعلى فين؟ في الانكلوزنج. صح، في السيرو نيجاتيف. طب وبتعلى فين اكتر؟ السورايسس. وفين تاني بقى اعلى جرعه للانفليكسيماب؟ فين؟ لما تروي باول جنبها يا دكتور ابراهيم بشويه كده. الانفلامات الباول بتعمل حاجه كده في الاي، اليوفيايتس. في اليوفيايتس الجرعه بتوصل ل 8 مللي جرام بير كي جي. طب رقم اثنين يا دكتور، الايتانرسبت بتاخد كل اسبوع، جرعتك كام يا دكتور؟ 50 مللي جرام، روت اوف ادمنستريشن سب كيو، عشان كده هو محبوب في الكلينيكال، ليه؟ سهل. وتاني واحد، اشهر واحد بعد في الكلينيكال مين؟ أداليم وماب.
جرعة الأدالين مكابي يا دكتور. المفروض إن في بعض التكست بتكتب لودنج دوز، يعني إيه؟ يعني إيه يا دكتور؟ أول ما يجي لك المريض تديله 80 مللي جرام، طب وبعدين؟ بعد أسبوع ياخد 40، وبعدين يمشي على 40 كل أسبوعين. طب عشان بس ما تعبكش يعني، الجرعة 40 مللي جرام كل أسبوعين. كيفية إعطاء الدواء؟ ساب كيو. نروح للتالت يا دكتور، سيرتوليزوماب، مشهور اللي اسمه سيمزيا. جرعتك كام يا سيدي؟ الفايل فيه 200 مللي جرام، حلو كده؟ فمثلا نتكلم على المعلم الكبير روماتويد، جرعتك كام يا دكتور؟ بتدي اول ما يجي لك المريض 2 فايلز، يعني كام يعني؟ 400 مللي جرام ساب كيو. طب انت زعلان من كده، بص بص، اوعى تنسى ان هو 200 مللي جرام ساب كيو كل شهر، وما تنساش اللودنج دوز دي، انا مش عايز اصعب عليك. طب الجليموماب يا دكتور، الجليموماب اللي هو اسمه سيمبلي، الجرعه كام يا سيدي؟ 50 مللي جرام ساب كيو كل شهر. بح خلاص. يبقى الدكتور هنا عندنا ثلاث اسئله، ما هو دور التي ان اف الفا في الانفلاماتوري ديس اوردرز؟ ثلاثه يعني، ثلاثه هم مين يعني؟ سورايسس سمعنا عنه، ستيميليشن للكيراتينوسايت، عشان كده هو انديكيتد في البليك سورايسس والاكزيال سورايسس. خد المعلومه الثانيه، انه بيستيميليت الساينوفيوسايت والكوندروسايت والاوستيوكلاست، سمعنا دول فين؟ في الباثوجينيسيس اوف روماتويد. يزود التي هيلبر 1 ريسبونس في الجي اي تي، عشان كده هو مهم في الانفلاماتوري باول، اللي هي مين يا دكتور؟ اللي هو الكرونز ديزيز. السؤال الثاني، لما تيجي تتكلم على التي ان اف الفا، الحاجات اللي ما فيهاش فصال يا دكتور، اسم الدواء والجرعه والروت اوف ادمنستريشن. الثلاث اسئله دول ما فيهمش هزار، يعني اسالك الانفليكس ماب جرعته كام؟ قول له بص عندنا الان ان 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 فليكس ماب والسيرتوليزو ماب، الاثنين دول هم اللي فيهم لودنج دوز. والباقي سهلين يعني، ايتانر سبت 50، اديليمو ماب 40، طب جوليمو ماب كام؟ 50 مللي جرام، زي مين؟ زي الايتانر سبت. نروح للحاجه المشهوره الثالثه عن التي ان اف الفا. السؤال المهم يا دكتور، تي ان اف الفا بريكوشنز اند سايد. يا نعم دكتور لو سمحت، هو الانفليكسيماب حضرتك قلت زيرو بعد اسبوعين وبعد 6 اسابيع صح؟ ايوه، ده اسمها لودنج دوز. هو الست اسابيع دي يعني، يعني بين الجرعه الثانيه والثالثه 4 اسابيع صح؟ ايوه. والست اسابيع ده من اول، لا احنا ادي زيرو النهارده اخدها، بعد اسبوعين بعد 6 اسابيع. انا من بعملها على الاول الخط يا دكتور، من الاول زيرو 4 6. هنا السؤال بقى، هنا السؤال، بعد 6 من الزيرو يا دكتور محمد ولا بعد 6 من الاربعه؟ لا يا دكتور، بعد 6 من الزيرو. انت بتقول 0 2 6. سامعك يا فندم؟ احنا معانا دكتور محمد حنفي. سامعك يا فندم؟ ايوه يا استاذ يا ابني، مساء الخير. انا مستمتع بيك، ربنا يبارك فيك. انا مستمتع بيك، مش هعمل لك انترابشن. ربنا يبارك فيك. انا مستمتع بيك والله يا ابني. الله يحفظك يا فندم. قلت لك وانت نايم، انت مشروع استاذ كبير والله. تلميذك يا فندم والله، ده شرف ان حضرتك موجود والله. اللي انا قلت مش عايز اعطلكم، كمل الاستاذ. الاستاذ والله ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. يعني انا شهادتي في الاستاذ مجروحه والله، يعني ابويا اولا واستاذي طبعا، على راسي والله، على راسي يا فندم. التي ان اف الفا يا دكتور بريكوشنز اند سايد افكت. زمان كان لهم تحشيش يا دكتور اسمهم 3 و3. 3 و3 يعني ايه؟ ثلاث مشاكل ما لهمش حل، وثلاثه لهم حل. لكن الاب تو ديت يا دكتور كاتبه الموضوع بشكل تاني خالص حاليا، اسمها كفه ميزان. بس خلينا في الاساس كده، 3 و3 يعني ايه؟ بص يا سيدي، بتزود الانسيدنس اوف دي مايلينيشن، ودي أول مسألة. المسألة الثانية، بتزود الانسيدنس اوف لينفوما. الثالثة، اوتوميون ديزيزز. الثلاثة دول ما لهمش حل. ما لهم حل مين يا دكتور؟ بص يا سيدي، الماينور سايد افكت زي ايه؟ انجكشن سايت رياكشن. اثنين، ديلايد
reactions. طب والتالتة يا دكتور؟ التالتة الهارت فيلير، واللي اتعلمها كده في الأخير الانفكشنز. واحدة واحدة يا دكتور كده. أنا هدي لك مسألة، لو جات لك مريضة عمرها 25 سنة في ميل أهي، طب وبعدين عندها بايلاترال سيمتريكال أرثرايتس في السمول جوينتس اوف ذا هاند ومعاها ستيفنس، الثلاث اسات المشهورين. هنا السؤال يا دكتور، هنا السؤال تشخيصك يا ترى ايه؟ يلا يا شباب. طب اقول انا روماتويد ارثرايتس، بدات مع المريضه ام تي اكس مفيش فايده، عليت الدوز وعملت كومباينيشن مع السلفوسيلازين مفيش فايده، صورت اكس راي يا دكتور لقيت فيه ايروجنز وهاي تتروف انتي سي سي بي، فانت قلت هندخل العين حسب الجايد لاينز على التي ان اف الفا انهبيتور. بعدها بشهرين يا دكتور حصل لها الاتي: painful loss of vision. What's your diagnosis؟ اوبتيك نيورايتس. شاطره. يبقى لازم توقف التي ان اف الفا ونشيت الاسترويد. المساله الثانيه، نفس المريضه روماتويد يا دكتور وماشي على ميثوتريكسيت مفيش فايده، عملت كومباينيشن مفيش فايده، ايروجن وانتي سي سي بي عاليين، اضفت الانتي تي ان اف، اشتكت المريضه من ترياد يا دكتور باراثيزيا وانكونتيننس وويكنس، ما هو تشخيصك؟ ام اس. شاطر، برافو عليك. يبقى الدي مايلينيشن يا دكتور في صوره حاجتين، يا كلاسيك ام اس، يا اما الابن الروح للام اس يا دكتور اللي هو عباره عن مين يا دكتور؟ الاوبتيك نيورايتس. برافو عليك. تاني سايد افكت يا دكتور هي الليمفوما. بص يا سيدي، لو جات لك مريضه روماتويد وماشي على كونفنشن واديتها تي ان اف يا دكتور، احدى الاكزامينيشن في الفولو اب انك تبحث عن الليمف نود والهيباتوسبلينوميجالي. طب رقم اثنين، انك تطلب يا دكتور السي بي سي ويز ديفرنشال. ليه؟ لانك بتخاف من حدوث الليمفوما، اوتو اميون ديزيز. في حضور الاستاذ دكتور محمد حنفي حكى لي قصه على مريضه في السعوديه كانت روماتويد ارثرايتس، والاستاذ كان بيعالجها بالام تي اكس، احد الناس شافها وادها بيولوجيكال ثيرابي، بدا يحصل لها الاتي يا دكتور: يتغير صوتها على اخر اليوم. اثنين، لما بتعمل اي نشاط بعينيها بيحصل لها توزس. ثلاثة، بتفقد الفيشال اكسبريشن. تشخيصك ايه يا دكتور؟ مايسينيا جريفز. شاطر، مايسينيا جريفز. يبقى دول الثلاث امثله يا دكتور اللي هم في السايد افكت للتي ان اف الفا، ثلاثة وثلاثة، عندنا دي مايلينيشن لينفوما اوتومين ديزيز، الدي مايلينيشن مسألتين مالتيبل سكليروزس والاوبتيك نيورايتس. عشان كده لو جالك مريض عنده مالتيبل سكليروز ومعاه روماتويد ارثرايتس ممنوع الانيشيشن للتي ان اف الفا، ممنوع. الثانية الليمفوما مهمة ليه؟ مهمة ليه؟ لأن في سؤال اسمه روماتولوجيكال ديس اوردرز اند مالجنسي، فالسهم رايح جاي، بمعنى الليمفوما تؤدي إلى ار اي لايك والار اي تؤدي إلى الليمفوما. ده يهمك في إيه؟ اي مريض ماشي على تي ان اف الفا في الفول اب يا دكتور لازم تفحص الليمف نود والهيباتوسبلينوميجالي، ثم تعمل سي بي سي ويز ديفرنشال يا دكتور. النقطه الثانيه، اوتو اميون ديزيز، لو مريضه روماتويد ماشيه على بيولوجي وحصل دروبنج للايليد يا دكتور، وده بيحصل مع الاكسرسايز، اثنين تفقد الفيشل اكسبريشن وصوتها يغير على اخر اليوم، ودي في النيور بيقولوا ان الست دي عليها شيخ لان الصبح كويسه واخر النهار تعبانه، لكن هو التشخيص مايسينيا جريفيس انديوزد بالتي ان اف الفا انهبيتور. طيب هل ممكن التي ان اف الفا يعمل سمبل اوتو اميون ديزيز؟ ايوه، لابوراتوري فايندنج. يعني يا دكتور تلاقي المريض يجي لك ببوزيتيف انا ودبل ستراند الدي ان ايه. المساله الثانيه يا دكتور هي الهايبر سنسيتيفيتي اللي هم الثلاثه الماينور. يعني معلش يا دكتور، هو الاوتو اميون ديزيز دي مقصود بيها المايسينيا جريفز بالذات ولا اي اوتو اميون؟ واحنا بناخد المايسينيا جريفز كمثال. المايسينيا جريفز كمثال، ودي الكومن اللي هي بتحصل. تمام. نروح يا دكتور بقى للثلاثه اللي قد يكون لهم حل يا دكتور.
اول واحده اسمها انجكشن سايت رياكشن. انا اسالك سؤال، هو المريض يشتكي من ايه يا دكتور؟ وده هل ده هيختفي ولا لا؟ برافو عليك. بيشتكي ات سايت اوف انجكشن من ايه يا دكتور؟ بص significant pain. حلو كده؟ بتختفي امتى؟ بعد اول 3 شهور من الانجكشن. طيب والاميديت يا دكتور بتحصل امتى؟ من يومين لخمسه بعد الانجكشن. طب تعالج المريض ازاي؟ اسمع الدكاتره كده. شطار. رقم واحد ايس كومبريشن، تلج يعني. اتنين انتي هيستامينك. طيب مسألة تانية بقى وانتوا اللي هتجاوبوها يا دكاترة. شوف يا سيدي، جالك مريض معلق انفليكس ماب، حلو كده، بعد انت ما عملت انيشيشن للاي في دريب يا دكتور، بدأ المريض يشتكي من ليبرد ريسبيريشن، يعني شورتنس بريث، وبدأ يهوس ويز تشيست يعني، ويحصل دروب في البلاد بريشر، ده ايه ده؟ اليرجيك انافلاكسس. شاطره. يعني ايه يعني الميكانيزم ايه؟ طيب 1 هايبر سنسيتيفيتي. عشان كده دي مشكله لابد ان تمنع من البريفنشن. تعمل ايه؟ ان المريض قبل ما ياخد الانفليكس ما بتعمل ايه يا دكتور؟ لا ما فيش اليرجي، انت تخبطه امبولتين، واحدة سوليكورتيف يا دكتور والتانية داي فينايل هيدرامين اللي هو انتي هيستامينيك وستيرويدز، فتقفل السكة على الانافيلاكسس. طب التانية يا دكتور، المريض أخذ الانفليكسيماب وجالك بعد 14 يوم بيشتكي من الآتي. بص يا دكتور، ارتكاريال سكين راش، يسموها ايه في الجلدية؟ يسموها تارجت ليجن. كويس كده. طب رقم اتنين migratory swelling، ثلاثة facial edema. أنا عايز التشخيص والميكانيزم. delayed hypersensitivity. حلو، بس اسمه يا دكتور إبراهيم؟ ده type 3 hypersensitivity. ليه اسم دلع؟ اسمه serum sickness. طب وده mediated ازاي؟ بص يا دكتور ليه اسمه، بص اسمه severe hypersensitivity vasculitis. ليه؟ بنعتبر ان الانفليكس ما بيعتبر جزء منه انتيجين، صح كده؟ اللي هو الماوس بارت اللي جاي من الفيران يمسك فيه الانتي بودي، الاثنين يتعرفوا على بعض ويتفسحوا في السيركيليشن. طب وبعدين لما تيجي حاره سد يصبحوا ترابد. ايه الحاره السد يا دكتور؟ اللي هي البلاد فيسلز. اسوأ ميديا في السيركيليشن مين؟ بص يا دكتور، تحس ان كلها سكان ليجنز. مركز؟ طيب كل ده كوم يا دكتور مع الهايبر سنسيتيفيتي، الكلام ده كوم، والسايد افكت اللي جاي ده كوم تاني خالص اللي هو الانفكشنز، وده سؤال امتحان وده مهم. الانفكشنز اللي تهمني يا دكتور، شوف التي بي يا سيدي والهيباتيتس بي ان سي. انسى بقى كل اللي افتاح وتعال نبدا صفحه جديده. افكرك ان التي ان اف مهم في الروماتولوجي الثلاثه، استيميليشن اوف كيراتينوسايت يعني سورايسس، يشغل الثلاثه من بره لجوه يعني روماتويد، يزود الاكسبريشن للتي البرايم في الجي اي تي يعني كرونز ديزيز. السؤال الثاني ما فيهوش فصال، مين هم التي ان اف انهبيتورز؟ بالاسماء يا دكتور لو سمحت، بالدوزس، بدايه بالانفليكس ماب ونهايه بالجوليمو ماب. مين اللي فيهم لودنج دوز؟ انفليكس ماب وسيرتوليزو ماب. طب النقطه الثانيه السايد افكت يا دكتور، قلت لك هم ثلاثه لهم حل وثلاثه ما لهمش حل، لكن في الاب تو ديت وابعته لحضراتكم يعني، شوف يا دكتور بيسموها كده انفكشوس كومبليكيشن ونون انفكشوس كومبليكيشن. واحده واحده يا دكتور، انا اسالك سؤال، هو ليه احنا بنخاف من التي بي؟ قال لك بص، معظمنا لما يتعرض للتي بي وهو صغير كده يتحوط بجرانيلوما. مين شيخ الغفر بتاع الجرانيلوما دي؟ هو التي ان اف الف. يبقى انت لما تدي تي ان اف انهبيتور يا دكتور كانك بتعمل ايه؟ بتفتح السيجنوم التي بي يطلع بره. اول سؤال في الام سي كيو، لما يحصل ديسيمينيشن للتي بي المريض يشتكي من بالمونري مانيفستيشن ولا اكسترا بالمونري مانيفستيشن؟
يلا يا دكاترة، أنا عملت الإجابة. بص يعني مش شرط إن المريض يشتكي من كحة ويشتكي من حرارة عالية وإن وزنه بيقل والكلام ده خالص. إكسترا بالمونري أشهر الأماكن فين؟ شاطر، يروح السي إن إس يا دكتور فوق ويجي لنا الجي أي تي تحت. طب هو عشان كده يا دكتور قوم أسألك سؤال في الإم سي كيو، مين أكتر ناس إنسيدنس لحدوث التي بي مع التي إن إف ألفا بلوكر؟ مين أكتر ناس؟ يلا يا دكتور مين أكتر ناس؟ لو رسمت الكيرف كده يا دكتور، أعلى واحد هو الأدليمومام. ليه؟ لأنه مونوكلونال أنتي بودي، أنتي تي إن إف. طب وبعده مين؟ الإنفليكسيمان. طب وبعده مين؟ الإيتانرسبت. طب وبعده مين؟ الكونفنشنال ديمارد. عشان كده الناس بتحب الكونفنشنال ديمارد مش من فراغ. الانسيدنس اوف اكتيفيشن اوف تي بي مع الكونفنشنال ديمارد اقل من الثلاثه دول، اعلاهم مين؟ اداليم وماب. طيب هنا سؤال بقى يا دكتور، جالك مريض وحضرتك قلقان ان يكون عنده تي بي، فانت بتعمل سكريننج. بتعمل سكريننج ازاي يا دكتور ليتنت تي بي؟ اسمحوا لي بس ان انا اكتبها في صفحه لوحدها. بص يا دكتور، هو كلمه ليتنت تي بي يعني ايه؟ يعني احد الاساتذه بيسال يقول لك يعني ايه ليتنت تي بي يا ابني؟ مين يقول يا دكتور؟ بص التشست يا دكتور از كومبليتلي فري. فري من حيث ايش؟ ثلاث حاجات، سيمتوماتولوجي مفيش، اكس راي نورمال، سبيوتم مفيش. لكن الاساتذه بتحب مين؟ الاكس راي نورمال. بس المريض مشكلته يا دكتور انه معاه تيوبركل انتست بوزيتيف. طب والمريض ده احنا هنعمل سكريننج ازاي؟ اي مريض يا دكتور بيجي لك هيمشي على تي ان اف الفا، هتعتبر ان المريض ده هاي ريسك للاكتيفيشن للتي بي. ليه؟ اول شيء انه ماشي على ستيرويد، اثنين كونفنشنال ديمارد، وانت هتضيف له مشكله ثالثه اللي هو التي ان اف الفا. طب الشخص ده هنفرض له مثلا ان الراجل ده اسمه اكس يا سيدي، هتعمل ايه للمريض ده؟ اسالك سؤال، هتعمل تيوبركل سكان تيست ولا هتعمل الاجرا اللي هو الانترفيرون جاما ريليس اساي؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ مين هو الانترفيرون جاما ده؟ اللي يقولها يبقى شاطر، بيطلع منين؟ هذا سؤال الاستاذ والله. شوف يا دكتور، التي هيلبر 1 بتطلع انترفيرون جاما، ده ماركر للاكتيفيتي اوف تي بي، ان التي بي شغال. يوم يسالك سؤال، انت تحب تعمل تيوبركلين تيست ولا تعمل الاجرا؟ مين الاحسن؟ الانترفيرون جاما ريليز اساي. ليه يا دكتور؟ لسببين، ان التيوبركلين تيست يا دكتور بيطلع عندنا بوزيتيف. طب ده معناه حاجه من الاثنين، يا اما واخد بي سي جي صح يا اما يكون بريفيس انفكشن. مين بقى اللي بيحل لك المشكله دي؟ انترفيرون جاما ريليز اساي. الحاجه الثانيه ان الانترفيرون ده عباره عن سنجل فيزيت، غير التيوبركل انك بتحقن المريض ويجي لك بعد 48 ساعه تقرا الاختبار. طب هنا السؤال يا دكتور، قدامك سكه من اثنين، يا يطلع المريض نيجاتيف يا يطلع المريض بوزيتيف. لو اجرى نيجاتيف هتعمل ايه؟ لو طلع الاجرى نيجاتيف تعمل ايه؟ من شاطر حلو، there is no further evaluation، no further evaluation، مش هنعمل له حاجه. طب لو طلع بوزيتيف يا دكتور هنعمل ايه للراجل ده؟ يلا شاطر، ها تعالج ليتنت تي بي. ما هو علاج الليتنت تي بي في كلمه واحده؟ يلا، من اساتذه الصدريه يقول لك ايه؟ شاطر، درجه في تشويس هو مين؟ ريفامبيسين. جرعتك كام يا حبيبي؟ شاطر، من 10 ل 15 مللي جرام بير كي جي بير داي. وتعلم المريض السايد افكت يا دكتور، يعلي الليفر انزيمز، قول له لو عينك اصفرت اشوفك. لكن اللي بيلفت نظر المريض مش صفار عينه، لا، لون اليورين يا دكتور. ريديورين. صح، بيغير لون اليورين. يبقى انت بتعمل الاجرا يا دكتور من النهايه، يعني شيست اكس راي فري، ده اسمه ليتن تي بي. نشوف الاجرا ده، هل المريض نيجاتيف؟ مفيش فيرزر ايفاليويشن، ابدا على طول. طب لو طلع بوزيتيف تعالج الليتن تي بي. طب هنا موقف التي ان اف الفا ايه؟ هتبدا امتى؟
دكتور هو انا هديله تديله ايه؟ هو انا هديله ريفامبيسين من 10 ل 15 مللي جرام بير كي جي بير دي لمده 6 شهور. هنا السؤال بقى، هنأخر التي ان اف ار في لمده 6 شهور ولا هنعمل ايه؟ في الجايد لاينز كاتبين شهر واحد فقط على طول، يعني كلاسيكلي في الاب تو ديت دكتور ابراهيم من 1 تو 2 ويكس يو كان ستارت، يعني بعد اول او ثاني اسبوع تبدا التي ان اف الفا على طول. نروح للمساله الثانيه يا دكتور بقى، ودي المشكله طيب الاساسيه. مش كل المرضى بيعملوا يا دكتور بنكتفي بالتيور كلين ده صح؟ والله اصل اللي بيتعمل حاجه والجايد لاينز حاجه ثانيه. يعني لو طلعت تيور كلين تيست بوزيتيف، واحنا عندنا مشكله في الاوتو ميون ديزيز ايه؟ هو يعني ايه تيور كلين تيست بوزيتيف؟ انا فاهم حضرتك ان اللي بيتعمل التيور كلين، ما احنا عايزين نحل المشكله. يعني ايه تيور كلين تيست بوزيتيف؟ يعني القراءه تطلع كام؟ امتى تعتبره بوزيتيف يعني؟ لو اكتر من 10 مللي، 10 مللي ايه؟ انديوريشن مش حمار وحلاوه، لا الانديوريشن. هنا السؤال بقى، هنا السؤال، هو انت هتنتظر في مرضى الروماتويد ان يديك 10 سم 10 مللي اسف، لو 1 سم لا طبعا خالص. وانس انه 5 فما فوق انت بتعتبر بوزيتيف تيبركلين تيست، يو هاف تو ستارت التريتمنت على طول على طول، مفيش هزار. نروح بس اهم حاجه الابره اهم طبعا، هيباتايتس بي، لان انت مش عارف ده اكتف لا ده بريفيس انفكشن ولا بي سي جي فاكسينيتد. هيباتايتس بي انفكشن يا دكتور. بص يا سيدي، السهل الممتنع هو ايه؟ السهل الممتنع مع الهيباتايتس بي، بص يا سيدي خلاصه الكلام، وانا بعدين هقول لك الجايد لاينز بتاع الجايه دي بس هي كبيره شويه. قال لك هو انت خايف من ايه اصلا؟ قال لك بص، لما يجي لك مريض هيباتايتس بي يا دكتور، الخطوره في السيرفيس انتيجين. لو عملنا السيرفيس انتيجين يا دكتور لقينا المريض ده بوزيتيف، تشخيصك ايه؟ اكتيف انفكشن صح، يعني المريض ده عنده انفكشن وهايلي انفكشوس. طب انت خايف من ايه يا دكتور؟ من الكومبليكيشن بتاعت الهيباتيتس بي، اللي هو المريض يدخل في ايه؟ شاطر، سيروزس. برافو عليك. لو انت عملت الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، شوف الخلاصه اهي، وطلع بوزيتيف يا دكتور، بوزيتيف لازم تبدا الانتي فايرال حالا. انتي فايرال ثيرابي تديها قبل ما تبدا التي ان اف الفا بلوكر. اسمها مش هتهمك، هما اثنين، تنوفوفير والتاني اسمه انتاكافير، مش مهم الاسماء. لكن المشكله في ايه بقى يا دكتور؟ لو طلع السيرفيس انتيجين نيجاتيف اعمل ايه؟ خلي بالك دي اسهل جايد لاينز مع الهيباتيتس بي. يلا شاطر، برافو عليك. هطلب الكور انتي بودي. بص يا دكتور على جنب كده في الام سي كيو، بص بص بص، ريجاردلس السيرفيس انتي بودي سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف ما تبصش عليه. امال تبص على مين يا دكتور؟ على الكور انتي بودي. طب هو هنا المشكله فين يعني؟ لو انت عندك المريض الكور انتي بودي بوزيتيف، حلو كده؟ هتعمل ايه في المريض ده يا دكتور بقى؟ بص بص، بتوع الجي اي تي بيسموها كده، قد يكون ما يسمى باسم ميوتنت هيباتيتس. هيباتيتس بس مريح شويه. نقوم نعمل ايه بقى يا دكتور في الام سي كيو؟ برافو عليك. بتعمل الهيباتيتس بي دي ان ايه بالبي سي ار. اتنين يا دكتور، بتعمل الليفر فانكشن تيست كل 3 شهور. طلع الدي ان ايه نيجاتيف يا دكتور والفانكشن كويسه، خلاص ادي الانتي تي ان اف. يبقى هنا الكلام على الهيباتيتس بي، ناس مش هتديهم غير لما تعمل انيشيشن للثيرابي، وناس تتاكد ان الكور انتي بادي لو موجود بس السيرفيس انتيجين نيجاتيف في المسألة، ما تبصش على الانتي بادي عشان ما تلخبطش نفسك. لو عايز تصعب المسألة يا دكتور بقى، بص بيقسموا مريض الهيباتيتس بي لواحد من 3، هاي ريسك ومودريت ريسك ولو ريسك يا دكتور. يعني دول تبع مين يعني؟ اللي هيدخل في سيروزس. مين الهاي ريسك يا دكتور؟ بص بص، اللي هيمشي على ريتوكسيناب، عشان كده ممنوع بي سيل ديبليشن ثيرابي مع اي كلمه هيباتيتس بي انفكشن. طب رقم 2، المودريت هم الناس اللي ماشيين مع التي ان اف الفا. هتقرا في التكست يقول لك الكلمه الاتيه،
انت جالك مريض هيباتيتس بي، قول له بص يا حبيبي انا ماليش دعوه بيك. طب وبعدين هتوديه فين يعني؟ هتبعته للجي اي تي. فيقول لك والله ان المريض ده عنده حاجه اسمها تشايلد كيو، الجي اتش سايلنت على فكره كلاس سي. يعني بص عمياني كده، لو الجي اي تي كتب لك الكلاسيفيكيشن دي بي او سي، ممنوع تي ان اف. طب واحنا ليه نمشي عيان يا دكتور؟ هم بتوع الجي اي تي احسن مننا؟ لا مش احسن مننا طبعا. ايه بقى مكونات السيستم ده او السكور ده؟ قال لك بص، كلينيكال المريض عنده اسايتس ولا لا؟ كلينيكالي المريض عنده انكيفالوباثي ولا لا؟ وثلاثه انفستيجيشن اللي هم مين يعني؟ السنسيتك فانكشن اللي هم الالبومين والكواجيليشن يا دكتور بتطمن عن البريثرومبين تايم، والثالثه الاكسكريتوري فانكشن اللي هم البيلي روبين. وكل واحده من دول لها سكور. ببساطه يعني ده اللي اسمه تشايلد فيو كلاسيفيكيشن. اي كلمه بي او سي يا دكتور ممنوع تدي تي ان اف الفا، واخد بالك؟ عشان كده انت ممكن تقرا ايه؟ يقول لك هيباتيتس بي ومعاه سيفير هيباتو سيلور انجري. يعني يعني اللي تشايلد ده اللي تشايلد بيو كلاسيفيكيشن بي او سي. وصلت؟ طيب نروح للنقطه الاخيره، هو ايه موقف التي ان اف الفا من الهارت فيلير؟ بص معلش يا دكتور، هو احنا يعني احنا بنقول هيباتيتس سير اللي هو السيرفس انتيجين ده طلع بوزيتيف هنعالج، لا طب هو لو طلع نيجاتيف انا ايه الداعي ان انا اعمل الكور اصلا؟ ما هو خلاص كده، ما هو لازم، ما هو شوفي حضرتك ساعات السيرفس انتيجين يكون نيجاتيف، حلو كده؟ يبقى تمام. قدامنا سكه من اثنين، يا المريض ده فعلا سليم، يا المريض ده عنده انفكشن والانفكشن هيدن لسه ما ظهرش السيرفس انتي بادي. بمعنى ايه يا تمام. دكتوره؟ الترتيب الطبيعي السيرفس انتيجين يظهر اهو ويختفي بعد شويه، مين يظهر بعده؟ السيرفس انتي بادي. طب القضيه في ايه؟ قد يختفي السيرفس انتيجين ولم يظهر السيرفس انتي بادي، مين بيحل الويندو جاب دي؟ اسمها من الشباك. مين اللي بيحل الويندو جاب؟ هو الكور انتي بودي. كور انتي بودي سهل كده. تمام. نروح للهارت فيلير. يا نعم دكتور معلش، هو لو هو الكور بتاعه بوزيتيف والبي سي ار طلع بوزيتيف بياخد بقى لا. العلاج؟ ياخد الانتي فايرال ثيرابي عادي دونت انيشيت غير لما ياخد الانتي فايرال ده، خلاص مريض. وبعد الانتي فايرال بقد ايه بقى هياخد خلاص يكمل على تي ان اف انهبيتور لما ترجع الليفر انزيمز نورمال يكون تشايلد بيو كلاسيفيكيشن ايه، تبدا تي ان اف الفا انهبيتورز، واحسن واحد تدي الايتانرسبت، بلاش الادليموماب ولا الانفليكسيماب. ده هقوله في حاجه اسمها كلينيكال سيتويشنز. العنوان اللي بعد كده الهارت فيلير، في ناس تاهت مني انا هفكرك. التي ان اف الفا انهبيتورز في الروماتولوجي ثلاث عناوين، كيراتينوسايت وروماتويد وكرونز ديزيز. التين اف الفا في الروماتولوجي خمس اسماء. التين اف الفا يا دكتور السايد افكت بتاعتهم ثلاثه وثلاثه، الديمايلينيشن والماليجنسي والاوتو ميون ديزيز. الرياكشن زي دكتور ايرلي وليت، ثم اتكلمت بعد كده عن الانفكشن، ودخلت في الانفكشن يا دكتور في مين اشهر اثنين في الكلينيكال؟ التي بي والهيباتيتس بي. يتلونا مين يا دكتور؟ اخر مساله مع الهارت فيلير. بص يا دكتور، الهارت فيلر ليه كلاسيفيكيشن بيعملها بتوع الكارديولوجي اسمها نيها كلاسيفيكيشن. طب انا اسالك سؤال، هم بتوع الكارديولوجي احسن مننا عشان يعرفوا النيها كلاسيفيكيشن؟ مش احسن مننا ولا حاجه. الاستاذ له كلمه مشهوره، هو احنا ما ورناش غير المفاصل، والاستاذ بيسميها في المحاضره كده ابعد عن الكوارع شويه. يعني نيها كلاسيفيكيشن يا دكتور؟ بتعمل جريدز للدزنيا. يعني جالك مريض عنده نهجان هو هارت فيلير، تقوم تساله هو النهجان ده مع الريست ولا مع المجهود؟ قال لك مع المجهود، تقوم تساله سؤال مجهودك العادي ولا اكتر من العادي بشويه؟ الاكتر من عادي ده اسمه جريد 1. طب مع المجهود العادي جريد 2. طب هو مريح يا دكتور مأنتخ كده وقاعد يجي له ديسنيا يسموها جريد 3. طيب نيها كلاسيفيكيشن يا دكتور من جريد 3 فما فوق ممنوع ياخد تي ان اف الفا. ليه؟ لان ده اكسسربيتي هارت فيلير. طب وين السؤال؟ افرض انا مش عارف اعمل الموضوع الاسسمنت بتاع الديسني ده، مع ان احد الاساتذه سالها لواحد داخل الدكتوراه قال له ايه الجريدز في الديسني؟ حظ الواد السيء ان كانت حاله سيستميك لوبس والمريض ده بتشتكي من ديسني.
عموما يعني، فكانت الاجابه لازم تمشي عنيها كلاسيفيكيشن. طب انا مش عارف امشي عنيها كلاسيفيكيشن، اعمل ايه؟ اعمل ايكوكارديوجرافي. ايكوكارديوجرافي، طب المريض يطلع كام؟ اكتر من 55 حبيبنا. طيب من 35 ل 55 كويشنبل، اقل من 35 ممنوع. بح خلاص، دي محاضرة النهاردة يا دكاترة، أنا مستني أسئلة حضراتكم. دكتور، هو في الدوزس الانفليكسيماب 0.26، طيب بعد كده بقى في جرعات تانية ممكن اديها لا، ما هو 5 ولا مللي خلاص جرام، كده؟ 5 مللي جرام فيكسي للدكتورة، بس بعد كده تكون كل كام؟ 6 ل 8 أسابيع. ليه سموها من 6 ل 8 أسابيع؟ حسب السيفيريتي أوف ذا ديزيز. يعني لقيت لحد المريض، بقى دي لا ما هو لحد قد إيه دي لسه بعدين بقى. أتليست كل الاستادس 18 شهر. طب اقول لك سؤال، واحده روماتويد ماشيه على ستيرويدز وتي ان اف الفا وميثوتريكسيت، والمريض بقى كنترولد والداس سكور اقل من 2.6، نعمل ايه؟ ده هشرحه اسمها يعني كلينيكال سيتويشنز. اول حاجه نسحب مين دكتور ابراهيم؟ برافو عليك، ستيرويدز، وبعدين تي ان اف الفا. طب نسحبه ازاي؟ يا تقلل الدوز يا توسع الديوريشن. طب اخر واحده، اخر واحد تسحب الميثوتريكسيت. بس ده يا دكتور بيسموه ده ديسيجن بينك وبين المريض. تقول والله تحب ظهرك يكون مسنود على الحيط. مسنود على الحيط يعني ايه؟ ما تسيبش المريض في الخلا. احسن حاجه يكون ظهر المريض بالميثوتريكسيت مسنود، عشان لو حصل اكتيفيتي تقدر تزود عليها ستيرويدز والدنيا تمشي يعني. يلا اي سؤال يا دكاتره. هيباتيتس بي بياخد التريتمنت لمدة قد ايه وبيبدأ بيولوجي امتى تاني؟ لا بص يا دكتور ابراهيم،